السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حوار المساء. هذه الحلقة ستكون من جزئين، الجزء الأول عن حكم البراءة بحق المواطنين الليبيين المسجونين تعسفا في دولة الإمارات، أما الجزء الثاني فسيكون عن آخر التطورات الميدانية في الحرب على ما يسمى بتنظيم الدولة في مدينة سرت وما حولها. فنبدأ بالجزء الأول، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات أخيرا حكما يقضي ببراءة كل رجال الأعمال الليبيين الذين تم سجنهم من قبل الجهات الأمنية الإماراتية منذ عام 2014. ما دلالة هذا الحكم؟ وهل من الممكن أن يكون هذا الحكم نهاية لملف السجناء الليبيين في سجون دولة الإمارات؟ قراءة في هذا الحكم وتداعياته، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. وأخيرا انتصرت العدالة. بهذه الكلمات بدأت الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات بيانها الذي رحبت فيه بحكم البراءة الصادر من المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات المتحدة في حق كل رجال الأعمال الليبيين الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات منذ ما يقارب 600 يوم بتهمة دعمهم لثورة 17 من فبراير وعملية فجر ليبيا. حكم وإن جاء متأخرا إلا أنه قد يضع حدا لمعاناة هؤلاء المعتقلين وذويهم، خاصة وأن تقارير دولية أشارت لسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في الإمارات، وهذا ما أكده بعض من خرج سابقا من هذه السجون. ومن الجهة الأخرى يتساءل آخرون عن إمكانية إغلاق هذا الملف بعد هذا الحكم. راح مشى كده ويجي يجري ويضربني بوكس هنا، تعرف لحد ما راسي ضرب بالحيطة كانت تبعد حوالي نص متر وقعت الأرض. أم أن للضحايا وذويهم رأيا آخر بشأن الانتهاكات التي مورست في حقهم؟ وبين كل هذا لازالت التساؤلات تطرح عن الأسباب التي دفعت دولة الإمارات لاعتقال هؤلاء المواطنين وإبقائهم كل هذه المدة من غير اتهام واضح، ومعاملتهم بهذه الطريقة والربط بينها وبين الدور الجلي الذي تلعبه الإمارات داخل ليبيا وسعيها للنيل من ثورة الشعب الليبي. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ونرحب بضيوفنا الكرام، حيث معنا عبر سكايب السيد مصطفى جراف المتحدث الرسمي باسم الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات من لندن، وكذلك معنا عبر الهاتف السيد مصطفى المجدوب عضو رابطة السجناء، ومعنا أيضا عبر سكايب الدكتور والمحلل السياسي دكتور محمد فؤاد. نرحب بضيوفي الكرام جميعا، وأبدأ مع السيد مصطفى جراف المتحدث الرسمي باسم الرابطة، رابطة الضحايا الليبيين ضحايا التعذيب. سيد مصطفى، بداية، هل بهذا الحكم الذي صدر اليوم يعتبر انتهى ملف أزمة المعتقلين ومعاناتهم أم لا تزال هناك مراحل أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني الملف بالعكس يعني اليوم لا يعتبر انتهى. نحن الآن الحمد لله نحمد الله عز وجل أن حكم للإخوة بالبراءة، ولكن الفرحة لن تكتمل، يعني سواء الرابطة أو الأسر أو كل من يعني تحمس معنا وشجعنا وساندنا لن تكتمل فرحته حتى يرجع أبناء هذا الوطن إلى وطنهم ليبيا، لأن التجربة الماضية في حكم البراءة على معاذ وعاد الناصف كلكم يعلم أنهم لم يتركوا أو لم تعطى لهم جوازاتهم وأوراقهم حتى يرجعوا إلى أرض الوطن. إلى الآن يعني للأسف الشديد اليوم حكمت المحكمة بالبراءة على الإخوة الأربعة البقية، ولكنهم أرجعوا إلى السجن، وهذا مخالف للقانون، ونحن نشجب ذلك بقوة، وكل الحقوقيون الإخوة وحتى الأجانب كلهم استغربوا من هذا الشيء، حيث أنهم أرجعوا إلى السجن وهذا مخالف للقانون. الأخ عادل والأخ معاذ قبل ذلك أيضا لما حكم لهم بالبراءة وبقوا في الإمارات وحرموا حريتهم، وهذا أيضا مخالف لأي قانون وأي دستور. فنحن لن تكتمل فرحتنا ولا الأسر، كل أسر المختطفين والذين ظلموا لن تكتمل الفرحة حتى يرجع الإخوة إلى 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 أرض الوطن. وبهذه المناسبة أنا أقول والرابطة نناشد حكومة الوفاق الوطني وكل من له يد في أن
يضغط على حكومة الإمارات أن يفعل شيئا في الحقيقة حتى يفرج عن الإخوة. طيب. الآن الحكم بالقضاء يعني أصدر، ولماذا أنا من الدولة يلعب يعني هذه اللعبة مرة نعم. أخرى ونحن يعني في الحقيقة. طيب سيد جدا. مصطفى جراف، دعني أتحول إلى سيد المجدوب عضو الرابطة. سيد المجدوب، إذن بحسب مصطفى جراف لا تعتبر هذه الأزمة وهذه المعاناة قد انتهت بعد يعني ما لم يطلق سراح المعتقلين ويمنحوا كامل حريتهم وبالتالي يعودوا إلى بلادهم. سيد مصطفى مجدوب، يبدو انقطع الاتصال بسيد مصطفى المجدوب، إذن أتحول إلى السيد محمد فؤاد. سيد محمد فؤاد، بداية كيف تقرأ أنت يعني دلالات هذا الحكم، الحكم بالبراءة بعد كل هذه المدة من الاعتقال المثير للجدل في الحقيقة؟ دكتور محمد فؤاد. طيب إذن للأسف انقطع أيضا الاتصال بسيد محمد فؤاد، ربما نعود إليه في وقت لاحق. أعود إلى سيد مصطفى جراف وأرجو أن يكون معي. سيد مصطفى. نعم. طيب سيد مصطفى جراف، يعني تسمعني؟ أسمعك يا أخي، أسمعك. نعم. سيد مصطفى جراف، ذكرت بأن في السوابق السابقة التي حكم فيها بالبراءة لمعاذ وناصف لم يمنحوا حريتهم بالكامل ولا زالوا يعتبروا يعني شبه يعني مقيدين في دولة الإمارات. نعم. ما هو السبب، ما هو المبرر حتى الآن يعني لمثل هذا الإجراء؟ هو الحقيقة لا مبرر حتى الآن، يعني الدفاع وكل من له شأن وأهالي الأسر والرابطة حاولوا أن يفهموا هذه التصرفات من الإمارات ولم يفهموا. الآن بعد القضية الطويلة التي يعرفها الإخوة جميعا، أكثر من عامين الآن من الاعتقال التعسفي والذي لا نريد أن نطيل الكلام فيه وتكلمنا فيه من خلال هذه القناة والقنوات الأخرى، عانت الأسر ما عانت والإخوة من الداخل عانت، وكما ذكر تقريركم وبعضهم عذب عذابا شديدا مع كل هذه المعاناة ظلما وعدوانا بعد الضغوط التي حصلت، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان من الأمم المتحدة وغيرها من الدول. بعد ذلك صارت الإمارات ودولة الإمارات وأمن الدولة يريد أن يبرز أن هناك قضية وأن هناك عندنا قانون، فحولوا إلى الإخوة إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب، ولما حكم للإخوة الأخوين عادل ومعاذ بالبراءة غيروا القضية بعد ذلك نكاية في الإخوة، غيروا القضية وجعلوها قضية أخرى لا علاقة لها بالإرهاب، وها أنتم قد رأيتم أن الحكم صدر بالبراءة كذلك لهؤلاء الإخوة. الآن أمن الدولة نخشى، نحن ما نخشاه، أن يلعب لعبة أخرى لا ندري، ولا نحن نتمنى من الله عز وجل أن تطوى هذه الصفحة، وقلناها مرارا وتكرارا في الرابطة والأسر كررتها عدة مرات، تطوى هذه الصفحة مع دولة الإمارات لهذا الظلم الذي حصل الذي شجبه كل العالم، الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، كل شيء، وأن نفتح صفحة جديدة ويرجع هؤلاء الإخوة إلى أسرهم وحياتهم وأن يعوضوا وأن يحصل يعني هذا. طيب داني، لكن الآن نحن نخاف أن يعني مع أن يلعبوا لعبة أخرى. لماذا الآن رجعوا للسجن؟ لماذا الإخوة يرجعون إلى السجن؟ حكمت المحكمة ببراءتهم اليوم. طيب لعل يرجع إلى السجن. لعل مصطفى المجدوب لديه إجابة على مثل هذا التساؤل. سيد مصطفى المجدوب تسمعني؟ سيد مصطفى المجدوب. نعم. سيد مصطفى المجدوب، أنت كعضو في رابطة السجناء المعتقلين في الإمارات، لماذا من وجهة نظرك يعني يعاد اعتقال رجال الأعمال بعد صدور حكم البراءة؟ لماذا يعادون إلى السجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أحب أن أوضح الصفة، أنا عضو رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم وصفتي مستشار قانوني بالرابطة وأخ لشهيد في المذبحة. طبعا هذه كصفة. أهالي سجناء، عفوا لو تعيد الصفة. رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم أو ما يعرف في قضية 1270 شهيد التي وقعت يومي 28/29 يونيو 1996. إذن يعني ربما لست أدري إذا كان لديك تعليق على هذا الحدث.
أنا أتحدث من ناحية أن كأهالي ضحايا ومررنا بمسألة الاحتجاز القصري واختفاء دوينا لسنوات طويلة دون معرفة السبب وحرمانهم من المحاكمات وقتلهم وإخفائهم قسريا في ظروف ما زلنا نجهلها. مررنا بهذه الظروف التي يعاني منها أسر ضحايا الرجال الأعمال الليبيين، وفي الحقيقة استبشرنا خيرا بصدور حكم المحكمة العليا الاتحادية في دولة الإمارات بإمارة أبو ظبي، وفي الحقيقة نؤكد وندعم دعمنا التام، وفي الحقيقة لأكثر من مرة تواصلنا مع الرابطة الليبية لضحايا الاختفاء القسري، وأصدر العديد من البيانات تؤيد مطالب هؤلاء الأهالي في الكشف عن حقيقة الاعتقال أبنائهم من داخل الإمارات وتوجيههم تلفيقية، ونددنا بتخاذل وتقصير السفارة الليبية في الإمارات العربية، واعتبار أن هؤلاء مواطنين ليبيين ومن حقهم أن ينالوا الحق في توكيل محامي وتوفير ظروف المناخ الملائم لعقد الجلسات والاستماع لشهاداتهم وعدم تعرضهم للتعذيب، حيث أن العديد من الإخوة اللي تم إفراج عنهم في السابق وتم بدء مقابلات شخصية معهم أفادوا بتعرضهم للانتهاكات والتعذيب ومحاولة انتزاع الاعترافات منهم. ولهذا نحن كرابطة وكأهالي ضحايا تعذيب قسري وإخفاء وقتل إلى الآن ما زلنا ننادي بقضيتنا، وما زلنا نشجب الاعتداء ونشجب التعذيب ونشجب كل ما يقع مخالف لحقوق الإنسان ومخالف لأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القانون. شكرا جزيلا لك سيد مصطفى المجدوب، عضو رابطة أهالي سجناء وضحايا مذبحة أبو سليم، نشكرك جزيل الشكر على تدخلك معنا. وأتحول إلى الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي. دكتور محمد فؤاد، من وجهة نظرك يعني كيف تقرأ دلالات هذا الحكم، حكم المحكمة الاتحادية بالإمارات، وطريقة تعامل حكومة الإمارات أو السلطات الإماراتية مع هذا الحكم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الحمد لله على هذا الحكم، يعني حكم البراءة، وإن كان يعني بالنسبة لنا نحن نعلم جيدا أن هؤلاء ليست لديهم أي تهمة، وإنما هذه تهمة كيدية سياسية لا أكثر ولا أقل. لأن ما أريد قوله أن كل الدول العربية بدون استثناء هي عبارة عن ميليشيات، عبارة عن عصابات حاكمة لا يوجد فيها قانون ولا يوجد فيها أي شيء. وما شاهدناه اليوم، ما شاهدناه في الإمارات ضد هؤلاء المواطنين الليبيين، ضد هؤلاء المواطنين الليبيين وغيرهم، يعني فقط ليظهر هذه الحقيقة البشعة لهذا النظام العربي البائس اللي مهمته فقط التنكيل بالمواطنين وفقط لا غير. يعني قد يكون من حسن حظ هؤلاء الأخوة الليبيين ان لديهم، بعضهم لديهم جنسيات اخرى قد تحميهم من بطش هذه السلطات الإماراتية. هل ترى ربما هذا يقودنا للسؤال التالي، وهو يعني بحكم ان هذه القضايا ملفقة وواضحة أن هي يعني قضايا تلفيقية وقد ارتكبت تحت غطائها العديد من الانتهاكات، كيف تقدم السلطات الإماراتية مع ذلك، مع علمها بأن هذه القضايا ملفقة ولا دليل عليها، كيف تقدم على تقديمهم للمحاكمة بهذا الشكل؟ ربما أنت أشرت إلى موضوع الضغوط الخارجية، ما مدى تأثير ذلك؟ هي هذه الحقيقة، هذه الأنظمة يعني لا تخضع إلا للقوة ولا تخضع إلا للضغوط، للعيون الزرقاء كما نقول، يعني لأنها في الحقيقة مهمتها الوحيدة هي الإفساد والفساد. كما قلت الكلمة الصحيحة هذه عبارة عن ميليشيات في شكل دولة، هذه هي الحقيقة، يعني تعذيب لمواطنين لم يذنبوا شيئا. والمحكمة الكل يعلم أن أي محكمة عادلة ستعطيهم البراءة، وهذا ما حدث، ولكن للأسف الشديد الآن لم تطلق سراحهم. وهذا لا يحدث فقط في الإمارات بل في جميع الدول العربية، يعني بعض الناس ربما شاهد الفيديو الذي خرج على الانترنت لتعذيب أحد المواطنين المصريين في الكويت، شيء طبيعي يعني يحدث في هذه الدول العربية، أن يعني هذه الدول النظام العربي البائس والتي تحارب وبكل ما لديها من قوة ثورات الربيع العربي حتى يستمر هذا النظام العربي البائس الفقير لكل شيء. هذا أولا. الشيء المحزن والمخزي في الحقيقة ليس هذا فقط، الشيء المخزي هو الموقف للسفارة الليبية في الإمارات وللسفير السيد العارف النايض اللي هو للأسف الشديد صديق لبعض هؤلاء رجال الأعمال المعتقلين
صديق شخصي لبعضهم، ولكن للأسف شهدنا يعني مستوى يعني لا أريد أن أستعمل الكلمات شديدة، ولكن مستوى هذه الشخصيات التي ابتلينا بها بعد ثورة فبراير، مستواهم الحقيقي وحقيقتهم المخزية أمام الليبيين جميعا، وعدم دفاعهم عن المعتقلين، ثم أن بعضهم يملك حتى قنوات فضائية لا تتحدث حتى عن هذا الموضوع، يعني للأسف الشديد شيء مخزي ومخجل. ولكن في نفس الوقت ما ألاحظه والحمد لله يعني فرحة الليبيين يعني الكبيرة جدا بحكم البراءة اليوم، يعني لاحظنا اليوم حتى على وسائل التواصل الاجتماعي هناك فرحة كبيرة لكثير من الناس على الحصول على البراءة لهؤلاء رجال الأعمال، هؤلاء المعتقلين. وهذا ما يثبت أن الليبيين في الحقيقة رغم كل ما يحدث، رغم كل المؤامرات، لازالوا شعب متماسك، ولازال شعب لديه أخلاق ولديه رحمة فيما بعد، باستثناء هذه الشردمة اللي ابتلينا بها كما قلت بعد ثورة فبراير. طيب دعني أتحول وأعود إلى الدكتور أو السيد مصطفى جراف المتحدث باسم رابطة الليبيين أو ضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات. سيد مصطفى، في المقابل إذا كانت هذه يعني معاملة السلطات الإماراتية وأمن الدولة بهذه الطريقة السيئة كما وصفتها، كيف كان في المقابل متابعتكم لسير المحاكمة؟ هل كان سيرها طبيعيا وفقا للإجراءات القانونية، هل أم كانت هناك يعني تشوبها أمور أخرى؟ المحاكمة كانت طويلة جدا، ولعلكم والإخوة المراقبون للقضية يعلمون أن القضية كانت من قبل حتى إصدار حكم البراءة للأخ معاذ وعادل ناصف. المتابعة كانت طويلة جدا، إجراءاتنا كلها قانونية، الدعم كان يعني متناهي جدا جدا، غير عادي من جميع أنحاء العالم الحقيقة، فما بالك من أبناء ليبيا كما ذكر الأستاذ محمد فؤاد. فعلا كانت فرحة كبيرة ونحن نحمد الله عز وجل، ولكن كنا ما زلنا نقول الفرحة لا تتم لا من ناحية الرابطة ولا من ناحية الأسر التي أوذيت ولا من ناحية الإخوة كذلك الذين تعاطفوا معنا، ناهيك عن الإخوة نفسهم هم رجال الأعمال، لن تتم هذه الفرحة حتى يرجعوا إلى أرض الوطن. لكن هل في التعامل تعاملنا الحقيقة مع دولة الإمارات وجدنا فيه عدة التواءات، أنا لا أريد أن أتحدث طويلا لأن المجال طويل جدا ويستحق، وأشار أخي محمد فؤاد إلى قضية السفارة الليبية وعرفنا هذا موضوع آخر، ولكن أنا أركز هنا على القضية هذه الحساسة جدا، كيف يحكم بالبراءة ثم يرجع البريء إلى السجن والإخوة قبلهم كذلك حكم لهم بالبراءة وما زالوا في الإمارات. طيب سأسألك حول هذه النقطة، لكن لأن السؤال متعلق في الحقيقة بدور القضاء، ولذلك قبل أن أسألك حولها أريد أن أستفسر منك وأستوضح منك طريقة تعامل المحكمة معكم. هل كانت طريقة تعاملها معكم بشكل منصف، بشكل مرضي بالنسبة لكم، أم أن هناك كانت مراوغات إن صح التعبير؟ الحقيقة التي لابد أن نقولها أنه لا قضية، والأخوة قالوها قبلي وفي عدة برامج أخرى قلناها، هي لا توجد قضية. أي إنسان عادل ناهيك عن قاضي، أي شخص سواء يعلم القانون أو لا يعلم، بمجرد ما ينظر في هذه القضية يعرف أنه لا قضية أصلا، لا توجد قضية. الأخوة زج بهم وسويست هذه القضية وكانوا سبحان الله يعني طعم وكانوا زج بهم في هذا المعترك. طيب. يعني لا قضية في الأصل. لكن وبالتالي ليس أمام المحكمة إلا الحكم بالبراءة. أريد أن أسألك بخصوص النقطة التي طرحتها، الإشكالية التي طرحتها، وهي إعادة السجناء إلى أو المحكوم ببراءتهم إلى السجن. هل طعنتم أمام هذا أو في هذا الإجراء أمام المحكمة، أمام القضاء في الإمارات؟ ليس أمام المحكمة، ما زال الوقت مبكر، الإخوة المختصين والمحامين في أبوظبي ماسكين هذه القضية الآن، اليوم حكم بالبراءة ثم أرجعوا إلى السجن مباشرة، فهذا الأمر مبكر جدا الآن، لكن نحن نشجب كرابطة، لأننا لسنا نحن الرابطة الذين نقف أمام القاضي، هناك محامون، هناك مختصون في الأمر، نحن الرابطة الذين نهتم بشؤون الإخوة ومتابعتها ونحاول نجد كل دعم لها، لكن الإخوة الذين في حسب ما سمعنا ونتابع القضية هم الذين يعني يقفون أمام القضاء، وإن شاء الله نرجو أنهم يتابعوا هذه القضية ويشجبوا هذا الشيء، لأن هذا أمر غير قانوني أصلا. يعني طبعا هناك قضية أخرى، الآن المحكمة تقول لك أنا حكمت بالبراءة وأنا في دولة في أمر آخر، يعني سيرجع إلى السجن. نحن لسنا بصراحة وأنا أقولها من هذا المنبر، ليست عندنا ثقة في أمن الدولة في الإمارات، هذا جهاز يعني أسوأ من جهاز أمن الدول العربية الأخرى، سيء جدا جدا، بالغ في السوء، يلف في القضية. انظر الآن قضية معاد والإخوة كلهم كانت قضية إرهاب،
ثم بمجرد ما حكم لمعاذ وعادل بالبراءة قلبت القضية من قبل أمن الدولة إلى قضية أخرى بدل قضية إرهاب نكاية في الإخوة حتى يتأذى الإخوة ويبقوا في السجن. ونحمد الله عز وجل. ما هي القضية الأخرى يعني التي قلبت يعني قلبت إلى ماذا؟ قلبت إلى قضية أنهم كانوا يجمعون أموال بدون إذن الإمارات وهذا طبعا رفض وهذا كانت في شهادات من سواء كان مجلس انتقالي من مصطفى عبد الجليل وغيره يعني كتابة أن هؤلاء كانوا يجمعون التبرعات في بان ثورة 17 فبراير بإذن من دولة الإمارات. هل تم تبرئتهم أيضا من هذه التهمة؟ نعم. هل تم تبرئتهم أيضا من هذه التهمة؟ نعم بقيوا تماما. هذه هو الحكم اليوم البراءة يشمل كل ذلك. يعني لم يعودوا متهمين بأي شيء. لم يعودوا متهمين بأي شيء. أو في البداية أنا حاولت نوضح لك في البداية اتهموا بأن قضية إرهاب أن دعم فجر ليبيا. فالمحكمة في البداية مع عادل ناصف ومعاذ حكمت بالبراءة حيث أنهم وجدوا أن فجر ليبيا تتبع للمؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني هو الولي الشرعي في البلاد وحكم له بالبراءة. إذن هذا تحت يعني في موضوع لا يوجد فيه دعم إرهاب يعني. وثم بعد ذلك قلبت القضية لما خافوا أن ربما يحكم لهؤلاء بالبراءة كذلك إلى قضية أنهم يخالفون القانون في الإمارات ويأتون بالعداء لدولة يقولون أنها صديقة مع ليبيا وهذا كله كذلك فند اليوم بدليل براءة الإخوة اليوم. والذين تم تبرئتهم في السابق لا تزال أوراقهم محتجزة. ما زالوا محتجزي الأوراق يعني يحتجزون أوراقهم. لماذا؟ أنت أي إنسان في العالم لم يحكم لهم بالبراءة خلاص من حقه يأخذ أوراقه ويتصرف في حاله. لكنهم ليسوا في السجن. البلد أو يتحرك. لكنهم أفرج. الأخوة عادل ومعاذ ليسوا في السجن ولكن يعني حريتهم محتجزة أو يريدون أن يرجعوا لأهاليهم. سبحان الله الإنسان بعد هذا العذاب وهذا الظلم من مدة طويلة كيف ما يرجع لأهله؟ والأخوة اليوم أرجعوا إلى السجن ونحن قلقين جدا في ومن هنا مرة أخرى أكرر وأناشد كل الأخوة الأحرار الذين لهم يد يعني نحن نعلم ليبيا ما فيها من نزاعات ولكن كل من له يد أن لا يألو جهدا صراحة أن يفعل أي شيء نخشى ظلم الناس طيب. هؤلاء مرة أخرى أن يقع عليهم. هل الذين تم تبرئتهم في السابق وخروجهم من السجن وإن كان أوراقهم لازالت محتجزة هل يتعرضون لازالوا يتعرضون إلى نوع من المعاملة السيئة؟ لا ليس عندي أي معلومة بها كيف يتعرضون بالضبط. طيب دعني أتحول إلى نعم دعني أتحول إلى دكتور محمد فؤاد معنا عبر سكايب. دكتور محمد فؤاد يعني رغم كل هذه الانتقادات التي كيلت إلى دولة الإمارات وللسلطات لكن ألا يحسب للسلطات الإماراتية أنها في الأخير يعني قدمت المتهمين للقضاء وفيما يبدو أن مؤسسة القضاء سليمة في دولة الإمارات؟ هو طبعا لا تنسى أن الإمارات دولة تجارية وفيها الكثير من الأجانب ويجب أن لا ننسى أن كثير من رجال الأعمال هؤلاء يعني يحملون حتى جنسيات لدول أخرى فالموضوع محرج بعض الشيء لدولة الإمارات. صحيح أن هناك يحاولون بعض التكتيم الإعلامي ولكن حتى العمل الذي قامت به أسر المعتقلين كان عمل صراحة رائع حقيقة على جميع المستويات وفي جميع المجالات وحتى في الدول الغربية نفسها. فالموضوع محرج بالنسبة للإمارات. ثم كما قلت يعني هي دولة تجارية فالدولة التجارية في العادة تحتاج إلى القضاء ليفصل لأن هناك منازعات كبيرة وهذه دولة يعني فيها استثمارات على مستوى عالمي يعني هناك فرق بين السياسي والاقتصادي في هذه الدول يحاولون أن يكونوا هكذا ولكن كما شاهدنا حتى بعد ما حكمت المحكمة تم إرجاعهم إلى السجن. للأسف الشديد هذه الدول العربية لا يمكن أن تنجح يعني هي أحد أهم أسباب دول. طيب لكن في هذه النقطة تحديدا البعض يقارن ما بين ما فعلته الإمارات اليوم بعد صدور حكم البراءة على أو لصالح المتهمين الليبيين المعتقلين في سجون الإمارات يقارنه بالحكم الذي صدر في ليبيا على أزلام النظام السابق والذي تضمن براءة مثلا عبد الله العبيدي على الفور تم إطلاق أو عفوا عبد العاطي العبيدي على الفور تم إطلاق سراحه. كيف تقارن يعني ما بين ما حصل في ليبيا رغم الظروف التي تعيشها ليبيا ورغم العداء يعني ما بين أو الخلاف الشديد ما بين الليبيين وما يحدث في الإمارات؟ هو لازم نقوله في إقليم طرابلس مش كل ليبيا. طبعا طرابلس أقصد به الإقليم يعني لأن موجود في برقة هو نفس الموجود في الإمارات. ربما نحن نتحفظ على عبارة إقليم سيدة. والله هو اسمه يعني في مدينة طرابلس دعنا نقول في مدينة طرابلس. نعم الفكرة اللي هو كان تحت سيطرة المؤتمر الوطني والآن تحت سيطرة حكومة السراج
هذه ما زالت ثورة الربيع العربي أو ثورة فبراير ما زالت موجودة. فهذه ثورة طبعا جاءت لأجل الحرية. أول ما حصل حكم قضائي تم إطلاق سراحه، لأن يعني أهم أسباب الثورة اللي قمنا بها ضد القذافي هو هذا يعني. أما هؤلاء اللي موجودين في الإمارات فهو نفس النظام العربي القديم. طيب ابقى معنا. لا يعترف بحقوق الإنسان العربي خصوصا. نعم ابقى معنا رجاء دكتور محمد فؤاد للجزء الثاني من الحلقة، ولكن قبل أن نختم هذا الجزء ربما في كلمة أخيرة لك سيد مصطفى جراف في أقل من نصف دقيقة. بارك الله فيكم، أشكركم شكرا جزيلا، أشكر كل من تعاطف مع القضية، وما زلنا نقول لن تتم الفرحة إلا برجوع الإخوة رجال الأعمال إلى أهاليهم سالمين غانمين، نرجو ذلك حتى تطوى هذه الصفحة مع دولة الإمارات. نعم. ونبقى ونحن في هذه بهذه المناسبة دولة الإمارات، لما نقول دولة الإمارات نقصد أمن الدولة، أما شعب الإمارات الكريم المضياف فنحن طبعا لا نقصده. أعيد مرة أخرى وأقول نتمنى من الحكومة، حكومة الوفاق أو غيرها أو كل من له يد، أن يعني يتدخل لإفراج عن إخوة ورجوعهم من أرض الوطن. شكرا جزيلا لك سيد مصطفى جراف المتحدث الرسمي باسم الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات، كنت معنا عبر سكاي من بريطانيا. ونتحول إلى الجزء الثاني، حيث تشهد محاور القتال في محيط مدينة سرت تقدما كبيرا لقوات الثوار أمام تقهقر لمنتسبي ما يعرف بتنظيم الدولة. فهل حرب الثوار على هذا التنظيم في سرت وقبلها في درنة وصبراتة يعطي دليلا واضحا على من الذي يحارب الإرهاب حقيقة، ممن يقصف المدنيين؟ عن آخر المستجدات الميدانية غرب سرت يأتيكم الجزء الثاني، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. لازالت قوات الثوار في المنطقة الغربية تقدم الغالي والنفيس في معركتها مع من ينتسبون لما يعرف بتنظيم الدولة غربية سرت في تقدم كبير لهذه القوات. فبعد السيطرة على أبو غرين وتأمينها كان التقدم نحو فيرات لحسون، ومن ثم إلى بوابة الخمسين وبوابة الثلاثين، وأخيرا السيطرة على محطة الخليج البخارية والتي تبعد عن مدينة سرت بحوالي 18 كيلومترا. وأما من المحور الجنوبي فاستطاعت قوات الثوار السيطرة على بوابة البغلة وكذلك تمشيط منطقتي مشروع اللود وأبو نجيم. وبينما يرى مراقبون أن تقدم قوات الثوار في معركتها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة يزيل ورقة التوت عن ميليشيات الكرامة وقائدها مجرم الحرب خليفة حفتر، والذي من فك عن ادعائه الحرب على الإرهاب والذي أثبتت قوات الثوار بطلان ادعائه مرة في مدينة صبرتة وأخرى في درنة، واليوم يكررون نفس الشيء في سرت. حفتر والذي كان قد أعلن تحريكه لقوات تتبعه باتجاه مدينة سرت لمحاربة التنظيم الإرهابي، سرعان ما اتضح الهدف الحقيقي من تحرك هذه القوات والتي قامت بالسيطرة على جزء من الحقول النفطية حيث تمركزت هناك. من جهة أخرى شهد جنوب مدينة طرابلس اشتباكات بين قوات تابعة للثوار وما يعرف بجيش القبائل التابع لعملية الكرامة في خطوة رآها مراقبون استغلالا من هذه القوات لانشغال الثوار في حربهم ضد الإرهاب في سرت. لتطرح هذه الخطوة التساؤل حول العلاقة بين عملية الكرامة وبين ما يعرف بتنظيم الدولة، وتعطي إنذارا للثوار بأن أهمية معركة سرت يجب ألا تنسيهم خطر ميليشيات الكرامة في بنغازي وميليشيات جيش القبائل على أمن العاصمة وضواحيها. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفنا السيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك نجدد الترحيب بضيفنا الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي. وأبدأ مع السيد عادل عبد الكافي. سيد عادل عبد الكافي، الآن الثوار على مشارف مدينة سرت، البعض يصف هذا التقدم بأنه تقدم سريع لم يكن متوقع، كيف تقرأ هذا الكلام؟ نعم، تحية طيبة لك سيد الفاضل ولضيفك ومشاهدينكم. بالنسبة لهذا التقدم طبعا دعنا نشير إلى أن من قام بالهجوم الأول هو تنظيم الدولة على بوابة بوغرين، مما أحدث
خسائر في صفوف قوات الجيش وقوات الثوار التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس. طبعا هذا التقدم السريع يأتي نتاج عدة عوامل. لو تحدثنا على صعيد القدرات القتالية لدى قوة الجيش والثوار، حقيقة من تمرسهم في القتال السابق مع عدة وحدات متمردة أعطاهم قدرات عسكرية وتأهيل عسكري وقتالي كبير جدا ساعدهم في هذه العمليات، بجانب طبعا التغطية الجوية، بجانب غرفة العمليات التي نعتبرها هي العمود الفقري لأي عملية عسكرية، خاصة أن هي تقوم بالتنسيق والتنظيم ما بين الوحدات العسكرية. نعم هنالك بعض الخلل موجود على بين الوحدات، هنالك انقسامات، هناك تبعيات عدة، ولكن الكل متوحد ولديه الإرادة الحقيقية في القضاء على هذا التنظيم وتمدده ومحاولة سيطرته الجغرافية. الآن التنظيم يقود صراع وجودي وليس صراع جغرافي من خلال محاولة أن يتثبت في وجودي في المنطقة الوسطى لاستغلال حالة الفراغ السياسي والانقسام العسكري الدائر في ليبيا. رجوعنا أيضا للعوامل، أيضا هنالك إشكالية كانت المفخخات وأيضا الألغام الأرضية التي تم وضعها من قبل تنظيم الدولة لإعاقة تقدم هذه القوات. طبعا دعونا لا ننسى أن هنالك قيادات عسكرية تابعة للكتائب الأمنية السابقة وأيضا بعض العناصر الاستخباراتية التي تعتبر من ضمن الهيكلية لتنظيم الدولة والتي وضعت الخطط التكتيكية للتقدم والانسحاب وغيره لتنظيم الدولة. ولكن حقيقة القدرات القتالية، الإرادة الحقيقية بالقضاء على هذا التنظيم، وأيضا نفي قاطع لما يحاول أن يسوقه الإعلام المأجور التابع لعملية الكرامة وأيضا بعض الدول الإقليمية التابعة لهم التي تحاول أن تسوق أن دعني أسأل نعم دعني أسأل حول هذا الموضوع. يعني سيد محمد فؤاد، سيد محمد فؤاد، يعني هذا التقدم السريع والوصول إلى مشارف مدينة سرت، إلى أي مدى يعتبر يعني ربما مكسبا سياسيا لطرابلس وللثوار بصفة عامة، خاصة مكسبا ضد قوات خليفة حفتر وما تدعيه من حرب على ما يسمى بالإرهاب؟ هو أولا لابد أن نترحم على أرواح الذين سقطوا ضد هذا التنظيم الغادر، وندعو الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء، هذا أولا. بالنسبة للاستثمار السياسي أو بالنصر السياسي لما حدث في مدينة سرت، فهو في الحقيقة من شقين. يعني من ناحية كما قلت حضرتك، اللي هو أن حفتر ومحاولة احتكاره للحرب على الإرهاب، الذي الآن لكل عاقل طبعا، وللأسف الشديد يوجد كثير من غير العقلاء للأسف الشديد، هذه حقيقة، لكل عاقل أن حفتر لا يحارب الإرهاب. ما يحدث في درنة أوضح بكثير مما يحدث في سرت. يعني حفتر لم يطلق رصاصة واحدة على تنظيم داعش في درنة، وتركه ينسحب إلى مدينة سرت حوالي 800 كيلومتر، ثم الآن يحارب مدينة درنة التي كانت تحارب الإرهاب. فكلام حفتر كلام فاضي وكلام فارغ وواضح. ثم ما حدث في صبراتة والآن ما يحدث في سرت، يعني انتصارات واضحة الحمد لله للثوار أو للقوات الجيش، سميها كما تشاء، يعني هناك انتصارات واضحة وحرب حقيقية على الإرهاب ونتائج ملموسة على الأرض، وهذه النقطة المهمة. يعني إنه فيه فعلا نتائج ملموسة، مش مثل ما يحدث في بنغازي، عبارة عن دمار لمدينة بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا بدون أي نتائج حقيقية إلا زيادة الفتنة وزيادة الشق الاجتماعي، الانشغاخ الاجتماعي في مدينة بنغازي. من ناحية أخرى للأسف الشديد، يعني لابد أن نقولها، إن كثير من الانتصارات اللي حققها الثوار طيلة الخمس سنوات الفائتة لم يتم استغلالها سياسيا كما يجب. يعني يكفي أن نتذكر فجر ليبيا وما حدث فيها رغم الانتصار المهم. صحيح يعني حصلنا على كثير من المكاسب بعد فجر ليبيا، ولكن لم يتم استثمارها لآخر قطرة سياسيا. يعني هناك من ناحية هناك نجاح ومن ناحية هناك فشل، ولكن هذا ليس بغريب. يعني احنا أول مرة نقوم بثورة وأول مرة نشوف ربما يعني لذلك عوامل أحدها
المبعوث الدولي، وأريد أن أسألك بخصوص زيارته إلى مدينة نصراته ودلالتها. ولكن دعني أعود إلى ضيفي سيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد عادل، لطالما أثير في وسائل الإعلام سواء الليبية أو العالمية يعني مزاعم كبيرة حول قوة هذا التنظيم وانتشاره وتغوله يعني في ليبيا، وصعوبة يعني البعض أوصل أعداده إلى الآلاف ربما. هل هذه الانتصارات تكشف حقيقة هذه المزاعم وحقيقة قوة هذا التنظيم فعلا؟ حقيقة لا نستطيع أن نحدد قدرات العدو من خلال العمليات العسكرية الجارية الآن، وهذا أعتبره من الخطأ العسكري أن تقدر قدراته أثناء اشتباكات. ربما هنالك تكتيك آخر يتبعه تنظيم الدولة بعمليات انهياراته وأيضا خسائره التي تكبدها، لم يكن يتوقع حجم القوة النيرانية والهجوم القوي الذي قاده الثوار وجيش الليبي، وأيضا الخطط العسكرية التي وضعت باقتحام مواقع تنظيم الدولة من عدة محاور، وتقدم قوات من الجنوب من اتجاه الجفرة، أيضا هذا ساهم في انهيار خطوط دفاعية وأيضا انسحاب عناصر تنظيم الدولة والخسائر التي تكبدها. حقيقة كانت قوة نيرانية قوية جدا. ودعونا لا ننسى أن أول اشتباكات حدثت أثناء هجوم تنظيم الدولة على منطقة كوبرين دامت ما يقارب عن 9 ساعات، يعني فمدة 9 ساعات من خلال عناصر ليست يعني بكثيرة العدد، أتصور أن هذا يعطي مؤشر أن هذه العناصر قد تدربت تدريب عالي، وأيضا يوجد بها بعض العناصر العسكرية لديها خبرة عسكرية وقتالية. نرجع لعملية الانهيار وعدد تنظيم الدولة. عدد تنظيم الدولة حسب الإحصائيات والأعداد التي تصل من عدة جهات تقدر من حوالي 3,000-3,500-4,000 على أقصى تقدير، وليس الأعداد التي يتم المبالغة بها من قبل وسائل الإعلام الخارجية والغربية والإقليمية لتهويل الوضع في ليبيا لاستغلال وضع سياسي، لأن نحن نعلم أن تنظيم الدولة هو مشروع سياسي داخل ليبيا، والدليل على ما أقول حتى القنوات التي تدعم خليفة حفتر وكانت تسوق لداعش وغيره لم تذكر إلى هذه اللحظة التي نحن نتحدث فيها الآن عن المواجهة التي تقودها قوات الجيش والثوار ضد تنظيم الدولة، ولم تأتي على ذكرها حتى في وسائل إعلامها. فهذه كشفت وعرت. وما تفسير هذا؟ ما تفسير هذا؟ كشفت وعرت أن هؤلاء كان يقودون عملية سياسية من خلال استخدام تنظيم الدولة كأداة داخل ليبيا. حتى أحمد قذاف الدم يعني دعونا لا نذهب بعيدا، أحمد قذاف الدم هدد حتى خليفة حفتر وقيادات الكرامة كلها بدون استثناء، قيادات الكرامة كلها سواء موجودة في الشرق أو في الغرب، هذه القيادات هددها أحمد قذاف الدم أنه سيسحب عناصر الكتائب الأمنية المتواجدة معه في حالة إن لم يحاول أن يدعم مجموعات تنظيم الدولة في سرت وأن يقدم لهم الدعم، ولكن طبعا نظرا للضغوطات الدولية لم يعد يستطيع تحقيق هذا المشروع. أيضا المساومات السياسية التي تدور الآن مع بعض الدول الإقليمية من أجسام سياسية داخل ليبيا طيب. أيضا لها تأثير الآن نظرا أن الأوضاع اختلفت عن السابق. ابقى معي نعم ابقى معي رجاء سيد عادل عبد الكافي، وأريد أن أسألك بعد قليل حول ما الذي يتوجب على الثوار أن يحذروه، وما الذي عليهم أن يفعلوه محافظة على هذا التقدم وعلى هذه المكاسب التي حققوها. ولكن قبل ذلك دعني أعود إلى السيد محمد فؤاد. سيد محمد فؤاد، يعني هذا المشروع السياسي الذي تحدث عنه السيد عادل عبد الكافي والتي يبدو أن متورطة في أطراف محلية، ولست أدري مدى تورط حتى الأطراف الدولية في 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 هذا المشروع، زيارة كوبلر كيف تصفها في مثل هذا الوقت إلى مدينة نصراته؟ هل هي زيارة للدعم أم لسرقة هذا النصر؟ وفي الحقيقة ما عنديش معلومات عن ما حدث يوم أمس في نصراته، يعني باش نكون واضح حتى لا نقول شيء يعني للمشاهدين لا أعلمه.
ولكن طبعا لا أتوقع الكثير من السيد كوبلر، يعني من يعرف البعض البعض يعني البعض وصف هذه الزيارة بأنها محاولة من أجل إشراك أطراف أخرى في هذا الانتصار الذي حققه الثوار. هو هذا ما صرح به، يعني مش هذا ما كتبه على حسابه على تويتر، إنها كتبة بلغة دبلوماسية كما قلت لك، يعني اللي يعرف الأمم المتحدة ومؤامرات الأمم المتحدة على الدول العربية والدول الإسلامية لا يستغرب شيء من السيد كوبلر. ثم إن يعني أنا متابع جيد للوضع، وخصوصا نعيش يعني في الغرب، فالصحافة الأجنبية تتكلم كثيرا كانت على داعش وخطر داعش وعشرة ألاف جندي وخمستاشر ألف جندي، وأن قيادات تنظيم داعش هربوا من النار في سوريا وفي العراق واتجهوا إلى ليبيا. يعني كلام كان يردد على طيلة الستة أشهر الماضية، فجأة الآن صمت القبور. يعني هل أحد يتحدث على الأقل في الصحافة باللغة الإنجليزية؟ لأن في بعض الصحف في إيطاليا يتحدثون عن الموضوع، لكن الصحف في بريطانيا مثلا وكان الموضوع مش موجود، رغم أنهم يقولون عدونا الأول هو داعش والخطر داعش ويحارب داعش في سوريا 21 دولة، يعني منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى آخر هذا الكلام الفارغ. يعني هذا بس يعني حتى يزيد الوعي للناس حقيقة ما يفعلونه في دولنا وحقيقة الكذب الذي يكذبونه، يعني تضخيم داعش. وعلى فكرة أنا أخالف السيد عادل في موضوع واحد، داعش ليست مشروعا سياسيا في ليبيا فقط، بل هي في كل الدول العربية. يعني شاهدنا ما فعلته في العراق وفي سوريا والآن في ليبيا، وربما ستصل حتى إلى اليمن، إفشال ثورات الربيع العربي. يعني فيه شاهدنا اليوم، شاهدت تقارير من مؤسسات أجنبية بحثية تتحدث عن علاقة داعش بنظام بشار الأسد، وأن بشار الأسد لم يحارب داعش وداعش لم تحارب بشار الأسد، وأنا بنسب حتى الطلعات الجوية التي قام بها طيران بشار الأسد والقتال، معظم القتال اللي قامت به داعش في سوريا كان ضد فصائل المعارضة الأخرى. وهذا يعني يذكرنا بعلاقة أحمد قذافي الدم بهذا التنظيم، وكذلك ربما حتى علاقة نظام علي عبد الله صالح ببعض القوى الإرهابية. لكن يعني رغم هذه الانتصارات التي حققها الثوار على هذا التنظيم الذي كما ذكرت كان يعني هناك حملة كبيرة عليه في وسائل الإعلام الغربية، ورغم أيضا أن الثوار تمكنوا من قتل أحد منفذي هجوم باردو يعني في 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 فرنسا، ولكن مع ذلك يعني تصف أن وسائل الإعلام الغربية صامتة صمت القبور. ما تفسير ذلك؟ مش الإعلام الغربية بس، يعني حتى الإعلام العربي، طبعا الإعلام العربي المنافق معروف، يعني ما فيش أي حديث، خصوصا في الإعلام اللي يبث من الإمارات، إعلام الخليج العربي وتونس أيضا، يعني تونس اللي تعيط كل يوم من تنظيم داعش، ويعني نعرف ما يحدث في تونس كل ما تصير حتى عملية بسيطة الآن، ولا يعني كلمات بسيطة فقط على الموضوع. هل هذا يفسر؟ نعم، هل هذا يفسر يعني أن الثوار يخوضون المعركة شبه لوحدهم، يعني لا يوجد دعم واضح سواء إقليمي ولا حتى دولي، إلا دعم محلي ربما محدود، ولا حتى محلي، يعني حتى من حكومة الوفاق اللي هي الأصل، يعني جاءت واحد من أهم أهدافها هو محاربة الإرهاب، يعني دعم بسيط جدا. إلى اليوم السيد فايز السراج لم يترحم على السيد محمد سوالم اللي هو وزير سابق في الدولة الليبية. إلى اليوم السيد السراج لم يزور مصراتة، يعني معقولة كوبلر يزور مصراتة والسيد السراج رئيس وزراء ليبيا اللي هو جيبش يحارب الإرهاب لم يذهب إلى مصراتة؟ يعني للأسف الشديد هذا حقيقة الوضع في ليبيا، يعني يجب أن نتعامل معه. في ظل هذا الوصف وفي ظل هذا الواقع سيد عادل عبد الكافي، وفي ظل عدم وجود أي دعم للثوار سواء لوجستيا ولا يعني حتى سياسيا ولا كما يبدو ولا حتى إعلاميا، ما الذي يتوجب على الثوار في هذه الحالة أن يحذروه حفاظا على هذه المكاسب وهذا الانتصار الذي يحققونه، وما الذي يجب عليهم أن يفعلوه؟ نعم، بداية لي تعليق على ما ورده السيد محمد. طبعا نحن لا نختلف أنا والسيد محمد، لأني أنا أتحدث عن الوضع الليبي، عن أجندة سياسية عن الوضع الليبي، لكن لو تحدثنا على مستوى
الدول العربية والإسلامية. نعم داعش دائما نؤكد عليها ونقولها وقلناها مرارا وتكرارا إن هو أجندة سياسية، هو عمل سياسي للمنطقة العربية، وتم تطويق به المنطقة العربية والإسلامية بدءا من أفغانستان مرورا بالخليج لسيناء لليبيا وتونس وإلى المغرب. فهو مشروع سياسي في المنطقة كلها عموما. ولذلك أنا لا أختلف كثيرا مع السيد محمد، بالعكس أنا أتفق معه كاملا. أما بخصوص سؤال حضرتك قبل أن تتوجه إلى ضيفك الكريم سيد محمد بخصوص النصائح، أريد عبر منبركم الكريم أن أوجه نصيحة إلى أخوتي من العسكريين ومن الثوار أن لا يقفوا هذه المعركة، وأؤكد على هذه الجزئية، لا أريد أن يتكرر سيناريو سابق وهو سيناريو الوطية وسيناريو عملية الشروق التي تكبدنا فيها خسائر في صفوف أبنائنا واستشهد فيها كثير ولم يتحقق المشروع. عفوا كيف يمكن أن تستمر، هنا سؤال مهم، كيف يمكن أن تستمر في ظل عدم وجود أي دعم؟ نعم هنالك جزئية لا أريد أن أخوض فيها من ناحية العسكرية، لدي دراية بها بالنسبة لبعض الأوضاع العسكرية، ولكن نعم نحتاج إلى دعم، وأنا تحدثت على جانب الدعم، وهنا حتى أشرت إلى كلمة كوبلر في أثناء زيارتي لمدينة مصراتة أن قال لا بد أن يكون هنالك جيش ونظامي وقوة منظمة وحتى نستطيع دعمها. حقيقة هذه التصريحات متضاربة، لأن أعلم جيدا أن كوبلر يستخدم أسلوب العصا والجزرة، وسبقه ليون الذي خرج بمكافأة نهاية الخدمة من خلف الأزمة الليبية واستفاد منها، كبعض الدول أيضا الإقليمية التي استفادت من خلف الأزمة الليبية حقيقة على أكتاف الليبيين، ومن أعطاهم هذه الاستفادة هم ليبيون متواجدون وقابعون في شرق ليبيا. عموما التصريحات المتضاربة حقيقة سوء، يعني مرة يتحدث عن سيدعم ومرة القوة طيب. التي على الأرض باختصار إذا أعود إلى لب السؤال وباختصار رجاء لأن لدي ثواني فقط، ما الذي يتوجب على الثوار أن يحذروا أو يفعلوه؟ ألا يأخذوا بالتصريحات هذه، أن تستمر العملية، العملية مستمرة بنجاح، تحقيق خطوات هامة على الأرض. الآن نحن في مرحلة تطويق عسكري وأيضا قذائف صاروخية لمواقع تنظيم الدولة حول مدينة سرت. الآن هنالك قوة من غرب ليبيا، قوة من الجنوب، قوة تقدمت من حرس المنشآت النفطية. نحن نتحدث عن طوق عسكري الآن يضرب حول مدينة سرت بقذائف صاروخية باستهداف آليات ومواقع لتنظيم الدولة. هذا سيتيح الفرصة فتح ممرات للقوة العسكرية على الأرض مع غطاء جوي، بالتقدم بالقيام بعمليات ضد العناصر المزروعة كقناصة، أيضا الحذر شكرا من لك. شكرا. تصور الأخطاء العسكرية السابقة قد نعم. تم عليهم أن يتجنبوها. شكرا شكرا نعم سيد عادل عبد الكافي، في للأسف الشديد يعني لم يعد لدي وقت، وربما أيضا على الثوار أن لا يثقوا في هذه التصريحات كما ذكرت وأن يعتمدوا بالكامل على أنفسهم. نشكرك جزيل الشكر سيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر سكايب، وكذلك نشكر دكتور محمد فؤاد المحلل السياسي كان معنا أيضا عبر سكايب، والشكر نصل إليكم أعزائي المشاهدين لطيب متابعتكم، حفظ الله ليبيا، دمتم في أمان الله.